السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أم سلمى. اللي عجبها الفيديو دير لي المشاركة واللايك وابوني. بسم الله نبدأ. نقدم لكم بعدا هاد بومادا هي عبارة عن كريم الأصل ديالها للحكة تدر ديال الميكروبات، هي ديال الفطرية ديال الميكروبات. واللي مزيانة فيها هي أنها تتعالج بزاف، شحال من حاجة تتعالجها، التونية اللي تتكون في الشعر والبواسير. عن تجربة مجرباهم ولقيت فيهم علاج، عالجت بها التونية لبنتي وعالجت بها البواسير. هي بومادة ديال الميكروب تتحيد الحكة. بالنسبة للعيالات اللي حاملين تجيهم الحكة بزاف، راه مزيانة لهم هاد البومادة، تيديروها واحد المرة في النهار تتحيد تتقضي نهائيا على الحكة، مزيانة لهم بزاف. مجرباها وقلت علاش نشاركها معكم، راه هي ما عندها حتى ضرر. انا اصلا خرجت عليا الطبيبه الحكة، ولكن لقيت فيها الدواء التونيه تتعالج التونيه والبواسير. راه حاله جاوني البواسير بزاف خايبين وتيسيلوا بالدم، وهذه لقيت فيها الدواء مزيانه. اللي بغات تشريها راه تتباع في الفارماسيان ورخيصة وبالثمن مناسب، 35 درهم تقريبا تدير. ها هي سميتها نيكوديرم، ما عندها حتى شي ضرر. جربتها التونية لبنتي، هي بالنسبة للأصل ديالها ديال الميكروبات تتحيد الميكروبات. جربتها لبنتي للشعر نبتت لها الشعر تحيد التونية، حتى لي تحيد لهم الشعر من الراس، راه زوينه تتنبت الشعر وتتحيد الحكه من عودها، تتحيد الحكه وتتحيد البواسير. جربوها، ها هي شفتوها، ها هي شتي، راه عباره عن كريم. مجرباها واللي بغات تجربها ولقيت فيها النتيجة توريها للاخرين. تنتمنى فيتكم بهذه، حيت ترى كاينين اللي تيعانيو من هذا الشيء، والبواسير راه ما عندهم كاع الدواء، وهذه راه مزيانه ليهم، تدقه بثلاثه تحيدهم، وخا يجيك القبض راه تتحيدهم. هي سميتها اللي بغى يشريها، مجرباها وقلت علاش ما نشاركها معكم باش تستفدوا منها، حيت حتى انا غير قالوها ليا الناس، ومشيت شريتها وجربتها فعلا عطاتني النتيجة مزيانة. ما تتحتاج هذه يخرجها لك الطبيب، ماشي حيت راه ماشي شي بومادة اللي ديال اللي مضرة، اي واحد تيمشي للفارماسيان تيشريها. نتمنى فيتكم، اللي بغاتها تشريها راه موجوده في اي فارماسيان مشيتي ليه تتلقايها. هيا كنت تقولوا لي سميتها
ميكوديرم. راه انا جربتها ملي كانت في الحكه. ديك الساعه كنت متقله ودر خرجت عليا الطبيبه زوينه، وهي بنفسها قالت لي انا ما عندها حتى شي ضرر، زوينه. وواحد السيده قالتها لي، قالت لي راه فيها راه تتعالج الدنيا. وفعلا جربتها، جات لي بنتي فعلا جربتها، لقيت عطاتني النتيجه. وكذلك البواسير راه ما جيت وشاركتها معكم حتى عطاتني النتيجه زوينه ومزيانه. أيوه.